الظاهرة كيش هو الناس لما كتشهد الناس كيسمعوا لك لما كتصلي الناس كيشوفوك لما كتزكي الناس كيشوفوك لما كتصوم رمضان هذه بعض يعني متعلقة بالإخلاص لكن حتى هي عبادة ظاهرة متعلقة بالبدن أنك تمسك عن الأكل والشرب والجماع وكذلك لما تحج هذه عبادة ظاهرة يعني إلى جانب الإسلام مع الإيمان في واحد السياق كيولي كما ذكرت الإسلام والأعمال الظاهرة والإيمان والأمور القلبية أن تؤمن بالله وملائكته ورسوله وكتبه إلى آخر الحديث الأمور القلبية لما كاينش حتى شي واحد لأن الإيمان في محل ديالو القلب ويظهر على الجوارح بطبيعة الحال لكن إذا كان الإسلام بوحده في واحد الجملة تيولي معنى الإسلام هو الدين كله ودخل فيه الإيمان ودخل فيه الإحسان إذا الله تبارك وتعالى جعل من أجل مصلحة البدن بدن الإنسان الله تبارك وتعالى جعل مصلحة الإسلام عبادة اللي هي الصلاة والزكاة هي من مصلحة البدن ديال الإنسان حتى بعض العلماء سيقول لك علماء الطب وغيرها سيقولوا أن مثلا الصلاة لها فوائد على المفاصل ديال العظام واخا حنا ما كنصليوش من أجل هذه المصلحة حنا كنصليو باش نعبدوا الله لكن بعض علماء الغرب غير المسلمين سيقول لك أن مثلا الصلاة عبارة عن رياضة يعني الناس اللي كيعانوا من أوجاع في المفاصل ديالهم الصلاة كتنفعهم الصوم منفعة للبدن الناس اللي كيصوموا بزاف الله كيحكيو مجموعة من الأمراض وغيرها من العبادات اللي هي ظاهرة لكن حنا لما كنديروا العبادات نعملها لأننا نستجيب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فمن أجل مصلحة البدن شرع الله الإسلام المسألة الثانية هي العقل ذكرنا العنصر الأول من عناصر خلق الإنسان البدن العنصر الثاني العقل العقل هو الذي أو من أجله شرع الله لنا الإيمان من أجل مصلحة العقل وصلاح العقل بشر العقل اللي خلقنا الله تبارك وتعالى بيعطاه لنا وميزنا به عن الحيوان وبسبب العقل احنا مكلفين يقول العلماء ما هو شرط ما هي شروط التكليف من شروط التكليف العقل فلا تكليف على مجنون إنسان مجنون هذا غير مكلف إذا شي حاجة ما كيتحاسبش عليها وكذلك الإنسان الذي ينام لأن عقله قد رفع طيب كما قال سيدي ابن عاشر وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بلا من أو حمل إلى آخر الأبيات إذا العقل هو اللي يميز به الله تبارك وتعالى بين الإنسان والحيوان وهو مناط التكليف كيفاش الله تبارك وتعالى شرع لنا أو أعطانا الإيمان باش نصلحوا به العقل لأن العقل بحال الحواس عنده واحد المجال ما كيفوتوش الإنسان لما كيشوف واش نقدروا نشوفوا ما أبعد من كيلومتر ولا زوج ما نقدروش لأن الحواس ديالنا عندها واحد النسبة معينة ما نقدروش نتجاوزوها كذلك العقل عنده واحد الحد ما يقدرش يفوتو لذلك الله تبارك وتعالى من أجل هذا العقل شرع الله الإيمان نزيد نفسر شوية قال العلماء العقل شبيه بالمائعة الأمور اللي كتميع بحال مثلا العسل أو العجين شي حاجة كتقدر تحرك يعني تعجنها أو أنك تتصرف فيها كذلك العقل قال لك العقل شبيه بالمائعات تأخذ شكل ما تفرغ فيه يعني العقل فاش كتفرغ في شي حاجة ياخذ الشكل ديالها فالله خلق العقل وخلق الإنسان ثم فرغ هذا العقل في الإنسان هذا العقل الله تبارك وتعالى أعطاه للإنسان والإنسان مخلوق ليس بخالق والإنسان حادث يعني ما كانش ثم ولا طيب فصار مجال العقل في الحادثة العقل فاش ولا في الإنسان كيفكر غير في الأمور المخلوقة في الأمور المحسوسة الأمور المادية لأن الإنسان ده هو مخلوق يعني ما عندوش علاقة بالغيب ولأن هذا الإنسان ما عندوش حتى شي حاجة بالغيب من أجل صلاحي ربي تعالى أعطاه الإيمان باش يأمن بالله حيت الله ما كنحسوش ما كنشوفوش داكشي علاش من الأدلة ومن صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب وأول غيب هو الله تعالى الله هو الغيب نؤمن به سبحانه وتعالى فبشر العقل يستقم ويتقد الله أعطانا الإيمان الإيمان أن تعتقد بجنانك وأن تعمل بأركانك وأن تنطق بلسانك هذا هو الإيمان والكلام في الإيمان كلام طويل ربما غادي نشير ليه فاش ندرسوا هذه الرسالة اللي هي الأصول الثلاثة اللي هي مهمة جدا فالله من أجل صلاح العقل شرع الإيمان ثم من أجل صلاح الروح الروح كما يقول علماء السلوك وعلماء يعني القلوب يقول لك الروح هي واحد النفخة وهي واحد نفخة من علم الغيب نفخة من علم الغيب قذفها الله في الإنسان وركبها في الإنسان جت من عند الله سبحانه وتعالى من الملأ الأعلى فالله لما دارها في الإنسان والإنسان كيف هذه الأرض
فهذا العالم ما يسمى بالعالم السفلي، لكن عالم علوي ملائكة كله طهارة ونقاء وعبادة لله. الملائكة يعبدون الله عز وجل ويسبحونه ويسجدون له. هناك من الملائكة يعني أذن لي أن أحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ملك خلقه الله سبحانه وتعالى ما بين شحمة أذنه وعاتقه أو كتفه مسيرة 700 سنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الملك الله خلقه ثم سجد، سجد لله عز وجل لن يرفع رأسه حتى تقوم القيامة، ثم يقول سبحانك إله ما عبدتك حق عبادتك. هذا هو الملأ العلوي. من هذا الملأ جت الروح، الله تبارك وتعالى وضعها في الإنسان. والإنسان كيف هذا العالم السفلي اللي كله معاصي وذنوب ماديات مستنقع من المعاصي، فهذا الروح في هذا الإنسان تحس بواحد الوحشة. الموطن الأصلي ديالها هو الملأ العلوي، حتى الله تعالى خلق آدم في الجنة فتوحشت ذاك المكان، كيجي ذاك الحنين وكيجي ذاك الشوق، تحس بالغربة. كلنا نعيش في الغربة ونحس بذاك الشوق للبلد، لأن تولدنا في بلادنا، كذلك الروح تشتاق إلى موطنها الأصلي ومستقرها. فمن أجل هذا الروح الله شرع الإحسان. شنو هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا مقام من أعلى مقامات الدين، أعلى مقام اللي وصلت إليه راك أنت من العباد الكمل الذين اجتباهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم، كما قال ابن عاشر: وأما الإخلاص وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. وهما يسمى بمقام المراقبة. تخيل معي خدام في واحد الشركة وصاحب العمل يراقبك وأنت تعلم أنه يراقبك، تجتهد في الطاعة وفي العمل وتكون مخلص في العمل ديالك أكثر إلى ما كانش في العمل. ربما أنت ما شاء الله صادق، لكن العمل ديالك يولي أكثر مردودية إلا كان كيشوفك، وأنت عارف أن كاين كاميرات كيراقبوك، وأنك إذا درت أي خطأ سوف تحاسب وتعاقب. فكيف بالله إذا علمت أن الله يراقبك في كل حركة وفي كل سكن، يعني سكن وفي كل فعل. هذا هو مقام المعاينة، مقام يعني أن تعبد الله تبارك وتعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لما نفهم أن هذه هي عناصر تكوين الإنسان، عقل وبدن وروح، ومن أجل صلاح هذه العناصر الثلاث شرع الله الإسلام والإيمان والإحسان. الله أحكم الخلق وأحسن التشريع. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق. شوف سبحان الله، الله ما كاينش تناقض ما بين الخلق ديال الله وبين أوامر الله سبحانه وتعالى. باش يجي واحد يقول لك لا راه هذا التشريع وهذا الإسلام راه ما خدامش ليا، راه ما كيتوافقش مع الطبيعة ديالتي. الله تبارك وتعالى أعطاك المؤهلات وأعطاك القدرة باش مع العبادة. أي حاجة أعطاك الله تعالى إلا لحكمة وإلا لسبب. لذلك قال العلماء هنا نفهم أننا خلقنا لغاية، وهذه الغاية كما تعلمون هي عبادة الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلماء أي وما خلقت الجن والإنس إلا لمصلحتهم في العبادة، أي أن نحن البشر بني آدم الجن والإنس عفوا خلقنا الله لأن في مصلحتنا إحنا نعبد الله سبحانه وتعالى، وليست في مصلحة الله عز وجل. لأن الله غني عن العالمين، لا يحتاج إلى عبادتنا، ما نحتاج لنا، كما في الحديث القدسي احفظونه لما قال الله سبحانه وتعالى عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. أنت لما تعبد الله ما غاديش تزيد حتى شي حاجة، ما غاتنفع حتى شي حاجة، إنما تنفع نفسك، مصلحتك أنت في العبادة، أن تستسلم لله تعالى، أن تخضع له، أن تكون يعني أن تكون عبدا خاضعا لله عز وجل. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. إن الذين يكفرون بالله لن يضر الله شيئا، هذول كيكفروا بالله ما غاديش يضروه وما غاديش ينقصوا من الملك ديالو ولن يؤذوه في شيء، لأن الله هو الملك والجبار سبحانه وتعالى. إذا فهمنا ماشي كلشي أهمية العبادة وخطورة هذا الموضوع، وأن البعد عنه هو بعد عن الإسلام، لأن الإسلام هو العبودية لله سبحانه وتعالى وهو الخضوع له عز وجل. طيب إن شاء الله تبارك وتعالى قبل الحديث عن متن الأصول الثلاثة مقدمة أخرى، يعني مقدمة تتلوه مقدمة تتلوه مقدمة لكن مهمة جدا. الأمة الإسلامية نراها الآن تمر بويلات ومصائب ومشاكل الكل يعلمها في الشرق والغرب، وهذا المصائب وهذا المشاكل وهذا الأرزاق تتعطينا واحد اليقين أننا بالفعل في حاجة
للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نحن في أمس الحاجة للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما اكثر البلاء واخترت المصائب كلما علمنا علم يقين أننا بالفعل نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون أن الابتلاء هذه سنة، سنة في الكون، وهي سنة الأنبياء. الله تبارك وتعالى يبتلي الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، العلماء الصالحين والمستقيمين. وسئل الإمام الشافعي مرة، قيل له يا إمام، يعني سؤال وقت قال شو الأفضل، ما الأفضل، أن يبتلى الإنسان أو أن يمكن الإنسان، يتمكن يعني اللي عنده واحد مقام وتكون عنده واحد يعني أن يبتلى أو أن يمكن. قال الإمام الشافعي وكان حكيما محمد بن إدريس الشافعي، قال لا يبتلى الإنسان حتى أو لا يمكن الإنسان حتى يبتلى. ما يمكنش يمكنك الله في هذه الأرض إلا إذا ابتلى. قال تعالى ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالفتنة والبلاء هذه سنة جارية في هذا الكون وجارية في هذا العالم. فبالتالي الإنسان لابد أن يعلم علم يقين أن هذه البلايا وهذه الأرزاق التي يعيشها المسلمين كتعطينا واحد دليل أننا خصنا نرجع الله سبحانه وتعالى. ومن الرجوع إلى الله تعالى أن نوحده. باش ترجع الله، ما يمكنش ترجع الله بالجهل، لابد تعرف هذا الله اللي كتعبد شكون هو سبحانه وتعالى، كيف تعبده، كيف تستسلم له، كيف تستقيم له. يعني خصنا نفقه يعني الرجوع الى الله، كيف نرجع الى الله سبحانه وتعالى. فلا سعاده ولا يعني تيسير في هذه الدنيا ولا حتى في الاخره الا بتحقيق التوحيد. الرسالة اللي نشرحها متعلقة بالتوحيد ومتعلقة بالأمور اللي مكملة للتوحيد ومتشعبة من التوحيد. لا سعادة ولا هناء ولا تيسير في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد. لكن التوحيد ماشي هو مجرد كلام يخاض، راه نقدر نتكلم من دابا حتى لغدا مجرد كلام، لكن هذا لا ينفعني من الله تعالى إلا إذا حولته إلى واقع عملي، يتحول منهج حياتي. كما يقول أحد الأدباء المعاصرين رحمه الله الشهيد، يقول لك لا إله إلا الله منهج حياة. يعني لا إله إلا الله راه ماشي مجرد كلام كتقوله في المنابر، ماشي مجرد أمور كتكتب، لا بدأت تحقق على أرض الواقع، تشاف تمارس على أرض الواقع. الإسلام هذا تطبيق وتطبيق على أرض. قال لي منهج الحياة، قال أحد العلماء بل هي حياة للحياة، بل هي أمور عملية تمارس كتشاف. يعني إنسان ماشي مجرد يكتفي فقط بالأمور النظرية، أرى العلماء تيكتبوا المؤلفين تيكتبوا الأدباء تيكتبوا، لكن أرض الواقع هو المحك. يعني عند الامتحان يعز المرء ويهان، فالإنسان لابد يوري على أرض الواقع أنه بالفعل مسلم طبيعة الحال بحكمة وبرضية وبأسلوب حكيم وبكلمة حسنة إلى آخره. وغنفصل إن شاء الله في القدام إن شاء الله. فالتوحيد هو أصل هذا الدين وهو ركن هذا الدين. إذا طاح هذا الركن ما بقاش دين، مستحيل. يعني أول شهادة في أول شهادة من أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه أمور دي متعلقة بالتوحيد. إذن يعني من الأخطاء التي قد يقع فيها البعض أنهم يتكلمون عن بعض الأمور اللي هي فرعية وينسون الأمور الأصلية. يرون مثلا الشرك ينتشر في البلدان، ويرون الكفر، ويرون تغيير الشريعة، ويرون محاربة الله، ثم يتكلمون عن أمور تفصيلية هي مهمة، أمور فرعية مزيان تكلموا فيها، لكن قبل ما نعلموا الناس هذه الأمور، يعني بعض السنن اللي هي مهمة ومزيان نعلموا الناس السنن، سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها يعني ينبغي أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام على قدر الاستطاعة، ولكن هذا لا يعني أن تتكلم عن الفرع وتطلق الأصل. وذكرت ربما في الأسبوع الماضي أنه واحد المسجد كنت يعني إيمان فيه، وكان بعض الإخوة الشباب يعني عندهم واحد الحماس وواحد الحرص على سنة تسوية الصفوف، وهي سنة ينبغي أن تطبق وينبغي يعني الناس يعرفوها. وذاك المسجد كان فيه بزاف الأعاجم، ناس باكستان من أفارقة، يعني من سميتو يعني ما عندهمش العلم الكافي، وحتى العرب يعني ما شاء الله. فكان يقول لي علاش ما كتعلم الناس التسوية، والحمد لله كنحاول في كل صلاة ننبههم، لكن قلت المستحيل أن يعني ندرس في قلوب الناس اتباع السنة وهو لا يفهم معنى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خصو الأول نربيو على الناس، نربيهم أولا توحيد الله واتباع السنة، داك الشيء من بعد كيجي تلقائي، كي داك الشيء يعني عفوي. فهذا شيء مهم. التوحيد من مقتضياته يعني من اللوازم ديالو الآثار ديالو، أولا البراءة التامة من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. نحن
المسلمون نعبد الله عز وجل ونبرأ ونتبرأ ونخلع عنا كل ما يعبد من دون الله تعالى، أي شيء يتعبد من دون الله. والعبادة كما ذكرت أنها هي لك الاستسلام لله عز وجل والخضوع له، وهي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه العبادة اسم جامع، واحد اسم جامع حمد واحد القاعدة، يعني تعريف ابن تيمية واحد القاعدة في غرفة تعريف العبادة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أي حاجة أنت عارف أن الله يحبها وأي حاجة عارف أن الله راضيها سواء كانت قول أو كانت فعل، كانت ظاهرة أو باطنة، أي حاجة أنت عارف أن الله يبغيها ويحبها ويرضاها إلى وجهتها لغير الله تعالى كيولي هذا كفر وشرك. إذا من مقتضيات التوحيد ومعاني التوحيد وثمارة التوحيد أن تتبرأ من كل معبود سوى الله عز وجل، وهذا معبود ماشي فقط الأصنام، حيت بعض الناس كيحصروا الشك فقط في الصنم، راه هذا المعبود راه حتى هو اسم جامع، راه يقدر يكون فكرة، يقدر يكون رجل شخص، يقدر يكون قانون، يقدر يكون ضريح، يعني مفهوم الشرك كما أن التوحيد مفهوم شامل يعني مفهوم جامع، الشرك كذلك مفهوم جامع. إذا هذا مفهوم واسع وغادي نفصلوا فيه إن شاء الله فيما يستقبل. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ما يمكنش يعني الله تعالى شوف هنا كيجمع بين جوج أمور، إثبات ونفي أو نفي وإثبات. خصك تكفر بكل ما يعبد من دون الله تعالى، والكفر بالطواغيت هذا ليس توحيدا، لا بد معه أن تثبت العبادة لله تعالى. أما فقط أن تكفر بكل ما يعبد قد تكون ملحدا. الملاحد لما كيأمنوش كاع بالغيب تيقول لك ما كاين حتى شي إله، هذا عنده النفي كينفي. فالذي ينفي ليس موحدا، والذي يثبت فقط هو كيأمن بكل شيء، ما عندوش النفي وما عندوش كاع مفهوم الشرك، هذا كذلك ليس موحد. والموحد هو من ينفي ويثبت، كينفي العبادة عن ما سوى الله ويثبتها لله عز وجل كما في الآية: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كذلك من مقتضيات التوحيد وثمارة التوحيد أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أن تفرده بالعبادة، أي عبادة أنت عارف أن الله تعالى يحبها وجهها له سبحانه وتعالى، دعاء، خوف، رجاء، توكل، رغبة، رهبة، أي شيء أنت بغيت تقرب به تقرب به لله وما تقرب بهش لغير الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. كذلك من مقتضيات التوحيد يعني الأمور المتعلقة بالتوحيد ما يتعلق أن تفرد الله بأسماء الجلال. خصنا نعرف أن الله عنده أسماء حسنى، أسماء لها يعني من الحسن غاية الجمال، وله صفات عليا سبحانه وتعالى، الله كريم رحيم غفور ودود، الله جميل، هذه أسماء وهذه صفات احنا كمسلمين لابد أن نثبتها لله تعالى على وجه يليق به سبحانه وتعالى كما يليق بجلال الله عز وجل وعزيز وعظيم سلطانه. قال تعالى: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. من مقتضيات التوحيد الإيمان بالحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، والإيمان بباقي الأنبياء وباقي الرسل، والإيمان بكل ما آمنوا به جميع الأنبياء وجميع الرسل كلهم دعوا لهذا التوحيد ودعوا لهذا الدين. خصنا نفرق بين التشريعات وبين الأصل. التشريعات قد تختلف، التشريع مثلا في أمة موسى قد يختلف عن التشريع في أمة عيسى عليه السلام، لأن كل رسالة جاء بها الأنبياء والرسل أتوا لأقوام معينين، الأصل واحد يعبد الله ويوحدون، لكن يعني التشريعات اختلفت. لماذا؟ لأن ذلك الأقوام عندهم صفات معينة، عندهم أمور معينة، لكن الرسالة الخاتمة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أتت للناس كافة، فبالتالي هي شاملة وهي جامعة، فبالتالي الله تعالى ألزم الناس بها: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كذلك من المقتضيات التوحيد، وبعض كثير الناس غفلوا عليها حتى بعض الدعاة، من لوازم التوحيد مقتضياته تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى أو تحكيم منهج الله أو الحاكمين لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بمعنى أنهم من ابتغى حكما غير حكم الله عز وجل فهذا ليس يوقن بالله تعالى،
كما قال تعالى من حكم إلا لله، نحن نتحاكم إلى الله عز وجل في كل صغيرة وفي كل كبيرة. كما ذكرنا أن الإسلام هو منهج حياة، حيث بعض الناس بعض العلمانيين كيبغيو يصوروا أن الإسلام لا يتجاوز جدران المسجد وأنه لا يطبق على أرض الواقع. يظنون أن الإسلام هو مجرد يعني شي كلمات كتقال بحال الأديان الأخرى، يظنون أنه مجرد ترانيم، مجرد طقوس كدار في المعبد أو في المسجد، أما أرض الواقع فيعني تعيش كالبهيمة. مستحيل. الإسلام تكلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة، كل جزئية من جزئيات الحياة إلا والإسلام تكلم فيها، والإسلام أعطانا فيها قول وأعطانا فيها يعني تفصيل. فالنظام الاقتصادي يكون عن الإسلام، يعني الإعلام عن الإسلام، الفن عن الإسلام، علاش لا؟ طبيعة الحال ضوابط وقيود الأخلاق طبيعة الحال لابد أن تكون وفق الإسلام، يعني كل شيء ينبغي أن يكون وفق المنهج الإسلامي والمنهج الرباني. إذا نفهم من هذا الكلام أن التوحيد منهج متكامل، منهج شامل لأمور الحياة. فالأمة مستحيل أن تعود العز اللي كانت فيه في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، في عهد الأئمة، الهوية والثقل اللي كان عندها والافتخار اللي كان عندهم، الاعتزال كان عندهم، مستحيل أن يكون إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وحاجة أخرى، لا ينبغي أن نمل من الكلام عن التوحيد. التوحيد يتكلم فيه يعني وينبغي الكلام فيه في كل وقت وفي كل حين، طبيعة الحال بأسلوب حسن وبطريقة ما تكونش طريقة، حيث بعض الناس مع يعني كيف نقول لكم يعني يتكلمون عن الله تعالى وعن أصل الدين يتكلمون بطريقة لا يفهمها الناس، يتكلم بحيث يتكلم على الرياضيات كيعطيك معادلات ومجموعة من يعني واحد زي يسوي، لا تكلم عنه بطريقة يعني تؤثر في القلب، بطريقة تخلي ذاك الإنسان كيفهم الدين دياله. أما تدخل الصفات وبعض الأمور اللي هي مهمة وخصنا نعرفها، لكن قبل ما تعطي الناس مقدمات وقبل ما تهيئهم، لابد من تهيئة هذا الشخص المتلقي، لابد أن تهيئه أولا قبل الحديث عن تفاصيل الإسلام وتفاصيل الدين. فماذا يملك من فقد التوحيد وماذا فقد من هدي إلى التوحيد؟ الإنسان لما يتكلم عن التوحيد ويتكلم عن أصل الدين والإسلام ينبغي طبعا كما ذكرت أن يكون عنده أسلوب حسن وأسلوب جميل، وينبغي أن يكون بكلمات رقراقة، كلمات يعني يعني تصل إلى القلوب، تصل إلى شغاف القلوب، سويداء القلوب، يعني أطرف الإنسان وتخلي بالفعل كيفهم الغاية من أجلها خلق. والنفوس البشرية، الكفار المسلمين غيرهم، كلها نفوس فيها أرواح، ليسوا أحجارا وليسوا جمادات وليسوا شياطين، يعني ليسوا شياطين مردة وليسوا أحجار صلدة، إنما هي نفوس بشرية فيها الخير وفيها الشر، فيها الحلال وفيها الحرام، فيها الرغبة وفيها الرهبة، فيها المعصية فيها الطاعة، يعني هذه النفوس البشرية. فإنسان خصي يعرف المفاتيح ديالها، يعرف هذه المفاتيح كيفاش أنه يفتحها ويعني ويوجه لها رسالة الإسلام سواء للمسلمين وغير المسلمين، الإنسان يجتهد في الدعوة مع المسلمين ومع غير المسلمين. هذه الرسالة الأصول الثلاثة كما ذكرت هي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يعني الحمد لله درستها على أحد يعني بعض المشايخ الحمد لله في المغرب واستفدت منهم، شيخنا عبد الرحيم الكهكو هذا من علماء مشايخ سوس، وكذلك شيخنا عبد الرحيم العزاوي أبو همام الدكتور وأستاذ كذلك في منطقة سوس. وهذه الرسالة شرحها مجموعة من العلماء، الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، الشيخ بن باز رحمة الله عليه، مشايخ كثر يعني كلمات رحمه الله، ومنهم من لازع نقيل الحياة كالشيخ محمد حسان حفظه الله وغيرهم من المشايخ. ونحن ما غاديش نجيبوا جديد في هذه الرسالة، إنما فقط نلتقط فوائد العلماء ونلتقط يعني كلام العلماء. يعني لست شيخا ولست عالما ولا مفتيا، إنما طويل بعلم، طويل بعلم على فويع صغير، ولست عالما ولست مفتيا ولا أقبل أبدا يعني تجربتي في الدعوة لا أقبل أبدا أستفتى في دين الله عز وجل في أمور فقهية أو أمور اللي هي كبار عليا، أنا أسف من العلماء، إنما فقط أراجع وأتذكر مع إخواني أمور العلمية، وقد أخطئ يعني، وإن شاء الله أي واحد يشوف شيء خطأ مني يصح لي وأتقبلها بصدر رحب إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الرسالة يقول فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله أنه
يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة إلى آخر الكلام. هي رسالة صغيرة كتحفظ في دور القرآن في المراكز الإسلامية. مهم هذا هو الكلام الأول. الكتاب هو رسالة صغيرة. نعطيكم واحد الوصف لهذه الرسالة قبل ما يهضر عن الأصول الثلاثة، اللي هو من هو ربك وما هو نبيك عليه الصلاة والسلام وما هو دين الإسلام. الأمور الثلاثة قبل ما يتكلم عليها دار مجموعة من المقدمات، ذكرت هذه المقدمات بعض اللي كتبوا على الرسالة.